سنخرج من لندن ونذهب إلى الصومال، حيث قال البرلمان الصومالي إنه أجل جلسته التي كانت مقررة اليوم بعد هجوم على فندق في مقديشيو أمس الأحد. وذكر البرلمان في بيان على صفحته على فيسبوك إنه تم إبلاغ جميع أعضاء مجلسي البرلمان بتأجيل اجتماع اليوم. هذا وقتل 4 أشخاص على الأقل في حصار فندق فيلاروز الشهير في العاصمة مقديشيو، والذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية. وللمزيد من العاصمة الصومالية مقديشيو، عدنان عبدي مراسل القاهرة الإخبارية. عدنان، أهلا بك، ما هي آخر مستجدات المشهد لديك في الصومال؟ نعم، تحية لك ولجميع مشاهدي القاهرة الإخبارية. آخر التطورات هو أن الهجوم ما زال مستمرا، وأن السلطات ما زالت تلتزم بالصمت تجاه إفساح مع ضحايا التفجير الإرهابي، وتجري الحياة عادية، لكن البرلمان أجل جلسته. لكن ثمة مؤتمر دولي للاستثمار حول الصومال انطلق في العاصمة مقديشو، يشاركه رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء وممثلين الدوليين في الصومال. الوضع ما زال مستمرا كما هو. المتحدث باسم الشرطة الصومالية علق الأمر مساء أمس، وقال بأن جهود قوات الأمن مستمرة لإنهاء الهجوم، ولم تعلق الحكومة بعد ذلك. لكن مصادر أمنية تقول بأنه ثمة 5 قتلى على الأقل خلال هذا الهجوم. 5 قتلى هو رقم مدقق عدنان، ها؟ نعم، رقم مدقق من مصادر أمنية يتناولها الإعلام الدولي والمحلي. نعم، وهي لكن ليس لم تأتي بتصريح رسمي حتى الآن. الضحايا، السلطات الرسمية لم تعلق ضحايا الهجوم حتى الآن. نعم، عدنان، لماذا استهداف الفنادق حدث متكرر في الصومال بهذا الشكل؟ لماذا الفنادق تحديدا؟ الفنادق تعتبر الشريان الأساسي للاقتصاد في العاصمة الصومالية مقديشو، وهو والفنادق تضم كبار المسؤولين من الحكومة، سواء كانوا مسؤولين حاليين أو سابقين. هذا الفندق تحديدا يقع في محيط القصر الرئاسي، لا يبتعد أكثر من 100 قدوة عن القصر بنفسه، وكان يرتاده مسؤولون كبار من بينهم وزراء في الحكومة، نواب حاليين، قادة الجيش، وقادة عسكريين الكبار. لذا حركة الشباب تؤدي رسائل بأنها قادرة على ضرب المواقع الحساسة، ردا على العمليات العسكرية المستمرة في جنوب ووسط البلاد في ميادين وكسل. نعم، عدنان، أخيرا، حركة الشباب الإرهابية والتي ربما أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، والتي أيضا كانت قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، يعني كيف وصلت بهجماتها إلى هذا الفندق، وهو أمر ربما يحتاج تحضير وتمويل وما إلى ذلك؟ نعم، هذا السؤال ما زال قائما، كيف وصل مسلحو حركة الشباب إلى هذه المنطقة الحساسة؟ لكن هجماتها السابقة التي استهدفت مرافق حيوية وشديدة التحطيم هي من تجيب على هذا السؤال. ثمة اختراق أمني خطير، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة، ولا أحد حتى الآن من المسؤولين الذين قام باستقالة بسبب الهجوم، أو لم تقم الحكومة بمحاسبة أي مسؤول تجاه الهجمات السابقة. وتم اختراق أمني خطير بين الأجهزة الأمنية من جانب الحركة، وتتزامن تلك الهجمات الكبيرة على الفنادق والمناطق الحساسة الأخرى عندما يشن الجيش عمليات واسعة ضد التنظيف في معاقله، أو ميدانيا عندما اشتد الحملات العسكرية ميدانيا ضدها. نعم، عدنان عبدي مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك عدنان، وبالتأكيد سنتابع معك على مدار اليوم مستجدات ما يحدث في الصومال حتى ينتهي هذا الحصار أو هذا الهجوم على أحد أشهر الفنادق الصومالية. ووفقا لمراسل القاهرة الإخبارية، كان قد سقط 5 قتلى في هذا الهجوم الممتد، والذي ربما لا يزال مستمر حتى هذه اللحظة.